الشريط وعبد السلام بسبب العقوبة وزازو بداعي الإصابة أثر كثيرا على مردود اتحاد عنابة بزي الأحمر والذي واجه مولودية وهران وأدار اللقاء ثلاثي بوعلي طاهر ويمني. الاتحاد رغم الغيابات هو الذي سير هذا اللقاء وبادر بالهجوم وأول محاولة كانت تسديدة بودار التي سدها بن حمو. ثم بودار دائما يفتح على الجهة اليسرى وقسمي برأسية خارج إطار مرمى بن حمو. رد فعل الحمراء كان في هذا الهجوم وتسديدة الشعيب. هذا الذي يراوغ تصطدم بالقائم أمام دار الحارس وضح. الاتحاد كان الأحسن خلال هذا الشوط وقسمي هداف الفريق يراوغ ويسدد فوق الإطار. نلعب الدقيقة 30، الحكم بوعلي يعطي الإنذار الثاني لبن عطية والبطاقة الحمراء. والمولودية تكمل اللقاء بعشرة لاعبين. النقص العددي للمولودية حاول المحليون استغلاله، وهذا اللاعب قاسمي يستغل هذه الكرة يرتقي يسجل لكن الحكم رفضه واحتسب خطأ للدفاع. آخر محاولة في هذا اللقاء كانت تسديد ضيف والقائم وبن حمو ينقذان الموقف هنا. وشوط أول انتهى بالتعادل السلبي 0-0. الشوط الثاني لم يأتي بجديد رغم المحاولات والفرص التي خلقها اتحاد عنبة. معيزة يسدد لكنها تجانب القائم. الاتحاد وصل الضغط على مرمى المولودية لكنه وجد حارس اسمه بن حمو أبطل كل محاولات أبناء عمراني. اتحاد عنبة أكمل اللقاء بعد ذلك بتسعة لاعبين. بطاقة حمراء أولى لعادل معيزة الذي اعتدى على أحد المدافعين، ثم زميله ربيح يتلقى هو الآخر بطاقة حمراء ثانية بسبب الاعتداء دائما. لينتهي هذا اللقاء بثلاث بطاقات حمراء وتعادل سلبي من دون أهداف.